ما تبقاش شاد الفلوس كاز عليك، الفلوس ماشي ديالك، هم اللي غتموت غتخليهم كاملين وغياخذهم الورثه باردين. اللهم دي معاك منهم شي حاجه. لا ما كندوش معنا الفلوس بحال الشكل ديال، لا ما كندوش معنا الفلوس بحال الشكل ديال الفراعنه. الفراعنه كان ملي الفرعون تيموت، فرعون بصح ماشي الفرعون ديال المجاز، فرعون ديال بصح كان ملي تيموت الفرعون تيديروا ليه واحد كيصيبوا ليه ذاك الهرم اللي كيصيبوا ليه الى اخره، وتيحطوه في واحد التابوت وتيدفنوه لداخل، كيحطوه لداخل وتيحطوا معاه فلوسه، ذاك الذهب وذاك المجوهرات وذاك العجب اللي كان واكله من عباد الله كيحطوه معاه. يعني على الاقل الفرعون الا كان طامع فلوسه راه داهم معاه للقبر، حتى من الورثه ما خلى لهم والو. المصيبه ديالنا حنا انه راه كتلقاه كاز على فلوسه، ما باغيش يخرجهم، ما باغيش ينفق على ولاده، ما باغيش ينفق على مرته، ما باغيش ينفق على راسه، ما باغيش ينفق على الناس. ملي تيموت الحوايج اللي لابسهم تيحيدهم ليه. اش كيقولوا سيادنا الوالا؟ الكفل ما فيش والو، ما غادي معاك حتى حاجه. والله العظيم الا شحال من مره حضرنا لها وحضرتوا لها انتم، انسان تيبغيو يدفنوه تيقلبوا على الكفن قبل ما يجبدوا من فلوس السيد، حيت ياخذوا من فلوس التركه ديالو باش يخلصوا ليه الكفن. قبل ما يجبدوا الفلوس كيلقى مثلا شي واحد يقول لهم بلا ما تشريوا لي الكفن، راه عندي واحد الكفن اما كاين هنا بقى في المقصوره كيقول لهم الامام، ولا شي واحد يقول لهم راه عندي واحد الكفن كتحطوا في الدار انا نجيبه لكم الى اخره. يعني ثمن ذاك الكفن اللي كيتكفن به ماشي ديالو، ماشي من فلوسه اصلا، يعني فلوسه خلاهم كاملين. لحد الساعه باقي ما دخلناش في المشكله الكبيره، هذه غير شمتة انك بقيتي ضارب عليهم تمارة وتتبكي عليهم وتتوانس بهم مره مره، تدخل دير كونسلطاسيون تصول باش تشوف شحال باقي لك الى اخره، وعندك الدراري خداو شي حاجه. كتمشي الشمتة الاولى هو انك تخليهم كلهم. الدقه الكبيره وانا تعرض على الله عز وجل وكتحاسب عليهم كلهم. دي معاك صاحبي شي شويه، دي معاك شي شويه. اللي مخبي الفلوس، انا ما كندويش هذوك اللي بحالي وبحالو، كاين هذوك اللي مخبي، اللي مخبي الفلوس. تدي معاك شي حاجه عن سيدي ربي. امنوا بالله ورسوله، ايمان هذا مسائل ديال الاخره باش ربطاتكم وراها مباشره. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فصوره تعيد لك النظر الصحيح حول قضية المال، وأن المال مال الله ليس بمال أحد منا. آمنوا بالله ورسوله، ها باش كيرطب القلب عاد باش اللي الدين يقدروا يسخاو. أما لكان القلب متلج، لكان القلب ديال الرخام، لكان القلب ديال الجليج، راه واخا تكون يدو ما فيهاش العظام كتقصاه على الفلوس. آمنوا بالله ورسوله، وهذه لا أنساها أبدا، أحد معارفي ما ندخلوش في التفاصيل قال لي كان واحد مرة كيجتهدوا مع شي ناس تيمشيو يديروا دورة على بعض الأثرياء كانوا تيعرفوهم ليرغبوهم للمساهمة في بناء المسجد. فمشاو عند فلان عطاهم شي بركة، مشاو عند فلان كانوا معاود رجعوا عندي وهكذا، حتى وصلوا عند واحد السيد يعني رجل من الأثرياء أتاه الله مالا وفيرا، الله ما شاء الله، مشاو عندو دخلوا عندو جلسوا كذا تكلموا معاه كذا حاولوا يرغبوه بالتي هي احسن، وهذه وهذه وايات واحاديث. في الاخر قال لهم شوف ما نكذبش عليكم نقول لكم ما كاينش الفلوس وكذا، راكم دخلتوا شفتوا ما نخبي عليكم حتى حاجه. قال لهم الفلوس كاينه، قال لهم ولكن نجيكم من الاخر، القلب اللي خرجها راه باقي ما كاينش. هذا قد يحترم فيه صراحته، قد تحترم فيه صراحته، لكن يخشى عليه قساوة قلبه مع الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى راه ملي يتكلم على قساوة القلب، يعني يرجعوا للقلب القاسي وشوفوا الأوصاف ديال الناس اللي قال فيهم الله عز وجل فقست قلوبهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، أوصاف ديال أوصاف اليهود والنصارى الذين سبقونا، فكيف أنت تتشبه بهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا الفاتحة من الله عز وجل قال لك صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت كتقراها في الفاتحة والتصرفات ديالك تخالف، راه كاين إشكال.